عندي مكرونه سباجيتي مسلوقه، وعندي كمان زبده وطماطم متقطعه مكعبات، وعندي زعتر، وعندي كمان توم وبصل باودر ومكعب مرق وزيتون اسود. هقول تاني المقادير، عندي مكرونه سباجيتي وزبده وطماطم وزعتر وتوم باودر وبصل باودر ومكعب مرقه وزيتون اسود. تمام، تعالوا بقى نشتغل فيها. عندي كده حله اهو على النار. يلا اسلام. الزبده مش عندي اسلام، عايز زبده بعد اذنك لحد ما تجيب الزبده كده. ايه، تعالوا نغرف الرز، نكسب كده وقت ونغرف الرز بتاعنا. بصوا بقى الرز عامل ازاي، فظيع بجد، حلو جدا. يلا بينا الشكل ده كده اهو. المشروم بقى فيه حلو قوي اهو، زي الفل. حط له كده، نكسر اللون الحلو ده، حاجة خضرة كده اهو كده. تمام، ويلا بينا نحطه هناك. اهو، تعالوا بقى ايه، نبدأ نحط كده مكعبين ثلاثة كده من الزبدة. تمام، وهبدأ احط معاهم الثوم. الثوم مش عندي اسلام، حط بس شوية زيت كده عشان الزبدة ما تحرقش. اهو زبدة وزيت، وهبدأ احط على طول الثوم واحط معاهم الطماطم. شكرا. حط الثوم، ادي كده تقليبة للثوم مع الزبدة. احط معايا الزعتر، شويه زعتر كده حلوين اهو. احط معاهم شويه طماطم بالشكل ده. مكرونه سريعه جدا مش بتاخد وقت، وهحط معاها كمان مكعب مرقه. هدوب كده مكعب المرقه مع الزبده والثوم والزعتر اهو بالشكل ده كده. ادوبها كده كويس اهو، وابدا بقى ايه، ادي تقليبه كده للطماطم، او لو عايزين طماطم شيري تمام. انا حبيت بصراحه اعمل شويه طماطم عادي عشان يبقى وصفه بالحاجات اللي موجوده دايما عندنا في البيت. حط شويه فلفل اسود، حط شويه ملح، مش هزود بقى عشان المكعب مرقه اللي احنا حطيناه. هحط شويه ثوم وبصل باودر وشوية زيتون اسود او زيتون اخضر على حسب انا موجود عندي ايه او بحب ايه، الاتنين ينفعوا. هبدأ كده اقلب كل الكلام ده كده مع بعض، واحط عندي المكرونة اللي انا سلقاها بس كده، مش اكتر من كده اهو. هبدأ اخلط كده كل الكلام ده كده مع بعض من غير ورقة ولا صلصة ولا كريمة. طريقة سهلة جدا وبسيطة للمكرونه لو حد مستعجل، وبتبقى طعمها تحفه، بتبقى طعمها حلو جدا. احنا كده خلصنا. النوجه فين يا اسلام؟ اهو هقلب كده الشكل ده مع الزبده بقى والثوم والطماطم والزيتون، طعمها بجد بيبقى تحفه. تعالوا يلا نقدمها. مكرونه سهله وسريعه للناس بقى اللي مستعجله كده، تقدروا ان انتوا تعملوها، ما بتاخدش وقت خالص. نديها نطره كده اهو. طعم بقى الاعشاب والزعتر والثوم والزبده بيبقى طعمهم حلو جدا. خلصنا خلاص الوصفه دي. النهارده عملنا ايه؟ عملنا مكرونه بالزبده وبالزعتر، عملناها كده بالطماطم والزيتون، وصفة سريعة جدا وسهلة.